هو بيحبني. وانت تحبيه الو تحب اموري تحب اموري. هاي اخر سؤال يا صوفيا، تحب اموري؟ اه اي حكم بدك تنفذ بعدين بجاوبك. اعطينا ثلاث احكام. الحكم الاول بتكتب عموري الملك، الحكم الثاني بتعتذر منه هلا على الله يقول انا اسف لان هيك حكيت عنك، الحكم الثالث بتجيب اهلك وتخطبني. اسمع الطير يقول مبروك. اهلا يا الطير، على شو مبروك؟ على حبنا. انتو مين؟ انا وعموري. بدي شيء؟ نفذ لي الحكم، وين بدي شيء؟ خلي عموري ينفذ لك حكم. عموري ما بينفذ حكم. خلي عموري نفذ لي الحكم يا حسن. ماني منفذ. مبروك عموري وصوفي، الله يبارك فيك يا الطير، ان شاء الله انت حتكون موجود ايه تمام. اذا ما اجى حسن. حسن نفذ حكم الاحكام، انا بزعل رايح منك. اشتكي ليك يا صوفيا، نعم رجع لخطيبتي الجديدة سيلين. قال انا مشتاق لك قد البحر، قولي انت راح مسيطره. انا حضرت لايفك كله انت وسيلين، هي وامك، هي وامها عم بيطبقوك وانت مالك خاروف، انت مالك مع، وبتحكي لي على عموري انه هو مع انا رايح عن سيلين. عموري. مانو خفيف انت، بس واحد يعمل لك بتطير. اكبر خروف عموري. خروف واحنا بناكل لحم ولا تاكل هم.